أشهد أن لا إله إلا الله والمؤمن في كل زمان ومكان يحتاج إلى هذا اليقين بالله، تحتاجه إذا عظمت عليك الذنوب وعظمت منك الإساءة في حق الله، تحتاجه وأنت مع أهلك، وتحتاجه وأنت مع ولدك، وتحتاجه وأنت مع عدوك، وتحتاجه وأنت مع صديقك، تحتاج إلى اليقين بالله وإلى العوذ واللوذ بالله. ولذلك كان لزاما على كل من يحب الله ألا يمسي ويصبح وفي قلبه غير الله. إذا أراد الله أن يحبك وأن يصطفيك ويجتبيك، ألهمك أن يكون قلبك متعلقا به جل جلاله. إذا أردت أن يحبك الله كمال المحبة فلا تمسين ولا تصبحن وليس في قلبك إلا الله وحده، تدور أحزانك وتدور أفراحك مع الله، وجميع شعب قلبك منيبة إلى الله، وكل فؤادك وكل جنانك فيه لا إله إلا الله. فكم في عباد الله من قلوب، فكم في عباد الله من أناس فتحوا قلوبهم لله وملؤوها بحب الله واليقين بالله، فكان الله معهم. ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله فالأمن له كل الأمن من الله. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من منازل العبودية ودلائل الإنابة إلى الله والحنيفية أن توقن بالله الذي لا إله إلا هو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين.